بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. فريق العزيز منتخب مصر بيكتسح منتخب كاب فيردي 3-0. كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بصراحه لو ما اهتمش كتير بان هو يطلع اعلاميا ويدي تصريحات ويلقح على الانديه، الراجل ممكن يعمل تاريخ سهل جدا مع منتخب مصر ان هو يوصل كاس عالم ويوصل كاس الامم الافريقيه. يعني الدنيا مش تبقى صعبه جدا بالنسبه لكابتن حسام في التصفيات سواء افريقيا او تصفيات كاس العالم، فالموضوع مش محتاج كل الكلاشات والخناقات اللي انت بتتخانقها دي. صراحه من الافكار اللي نجحت جدا مع كابتن حسام حسن هي فكره ان هو يلعب بتريزيجيه لاعب نص ملعب ويخلي صلاح ينزل كمان لنص الملعب مع مروان عطيه. اه صديقي العزيز في شويه افكار كده وانت بتقراها في التشكيل ما بتحبش ان انت تشوفها، بس لما بتشوفها بتلاقي ان هي والله طب هي افكار نجحت ما فيهاش اي مشكله. يعني مثلا حمدي فتحي ان هو يعمل ثنائيه مع رامي ربيعه، هتقول لي طب ليه حمدي فتحي؟ ليه ما لعبناش مثلا بخالد صبحي او ليه ما لعبناش مثلا باحمد رمضان بكر؟ عشان حمدي فتحي مميز في الكرات الطوليه، وكابتن حسام حسن بيحب جدا اللاعب اللي بيلعب كرات طوليه. لما تلعب بثنائيه زي رامي وزي حمدي فتحي ثنائيه دفاعيه تلعب لك 17 كره طوليه مش وحش، يعني مش وحش خالص. حمدي فتحي وهو بيلعب النهارده مساك لعب 10 كرات طوليه، فانت بتتكلم على حمدي فتحي بيقدر كويس قوي ان هو يعمل الشغل اللي كابتن حسام عايزه. طبعا احنا موضوع الكرات الطوليه ده معروفه، العب كرات طوليه، عندك صلاح، عندك صلاح لو هيزيد، وعندك تريزيجيه، وطبعا تريزيجيه كان بيلعب النهارده في العمق فتريزيجيه ممكن يزيد عادي في الكرات الطوليه، عندك مرموش، عندك مصطفى محمد محطه تبني عليه، فانت عندك لعيبه يقدروا ان هم في الكرات الطوليه ينجحوا، وطبعا عندك كابتن احمد سيد زيزو، فانت فعليا بتلعب باربع لعيبه عندهم ادوار هجوميه واربع لعيبه يقدروا يستغلوا كويس قوي الكرات الطوليه، مصطفى ومرموش وزيزو وصلاح، وطبعا تريزيجيه لو هيجي لهم من تحت. هنا بتتكلم في الكرات الطوليه وبتتكلم في عمليه التحضير، لو احنا عايزين نعمل هجمه منظمه تريزيجيه هينزل تحت يشتغل في دور صناعه اللعب، صلاح هينزل يشتغل في دور صناعه اللعب، مروان عطيه هيتكفل بان هو يشتغل ديسترويد بس للهجمات بتاع منتخب كاب فيردي. نجحت الافكار دي؟ نجحت جدا، وقدرت ان انت كمان تثبت انك عبقري، ليه؟ خلصت الماتش الشوط الاول عشان خاطر لعبتي هتنهار بدل من الشوط الثاني. الله اكبر عليك يا عميد. الله اكبر عليك، ايه الجمدان ده يا عميد؟ اي نعم المنظر بتاع الفرقه كان تحس ان في عنكشه شويه وانت معاك الكوره، كنت بتحس ان في مشكله، فالمشكله دي كانت لازم تتحل عن طريق انك تسجل، وقدرت انك تسجل في كوره ثابته، زيزو لعبها بالمقاس عالميه وعظيمه. هي الحاجات بتاع زيزو دي، الكورسات بتاع زيزو دي هي اللي بتخليك تقعد بس تقعد تقول الله اكبر عليك يا كابتن احمد سيد زيزو. رامي ربيعه بيسجل هدف اول جميل جدا، الفرقه بدات تاخد ثقه، منتخب كاب فيردي بدا يسيب مساحات، وهنا بقى بتظهر قوه صلاح وقوه تريزيجيه. لا معلش بقى، يعني احنا متعودين على تريزيجيه على الشق الهجومي، قوه صلاح وقوه مرموش وقوه مصطفى محمد في التحولات، وده اللي حصل فعليا في الهدف الثاني، تحول مرعب جدا من المنتخب المصري واستغلال المساحات ومهاجمه المساحات الفاضيه من جانب عمر مرموش، مصطفى محمد بيديله اسيست، مرموش بيخلص الدنيا، خلصان 2-0. هو ده منتخب كاب فيردي يا اولاد اللي كان تعبكم في كاس الامم الافريقيه؟ عميد احنا اسفين يا عميد. الشوط الثاني تراجعنا بدنيا عادي، ايه المشكله؟ ما احنا عارفين ان احنا كده كده هنتراجع بدنيا، مصطفى محمد وقع مننا جات له اصابه عضليه، خلاص يلا نعدل بقى الملعب ويلا نلعب بمرموش فيرود وننزل محمد النني يلعب ديفندر. عميد الله اكبر عليك، لا والله الله اكبر عليك يا عميد بجد، ايه يا معلم السلاسه والجمدان دي؟ ايه ايه الحلاوه ده يا عميد والله؟ ايه الشغل الجميل ده؟ لا بجد والله ايه الشغل الجميل وايه الشغل الرايق ده؟ سلمنا سلمك، ايه الجمدان ده؟ والله عميد احنا لو بطلنا نطلع تاني وتالت ورابع نخبط في الانديه والله الناس اللي افتكرنا بكل خير، خصوصا يعني ان الامور بتبقى كويسه جدا وانت قادر ان انت تفرض سيطرتك على المنتخبات في التصفيات، يعني انت قادر ان انت تدوس على المنتخبات اللي بتجيلك في التصفيات سواء افريقيا او كاس عالم، فليه نقعد نتخانق كتير؟ ما الموضوع سهل اهو والموضوع مش محتاج اي خناقات. محمد النني بينزل من على الدكه مكان مصطفى فتحي، بينزل مصطفى محمد مكان تريزيجيه، بينزل مصطفى فتحي اسف مكان تريزيجيه، مصطفى محمد طلع مصاب ونزل مكانه النني، ابراهيم عادل نزل مكان احمد سيد زيزو، ابراهيم عادل قدر ان هو يسجل هدف ثالث عشان يثبت ثاني وثالث ورابع ان كابتن حسام بيدي الفرص في التوقيتات المثاليه، هي كره القدم كده يا صديقي، ممكن تبان بالنسبه لبعض المباريات ان المدرب اللي واقف على الخط ده سباك وممكن تطلع المدرب اللي واقف على الخط ده عبقري، هي كره سيناريوهات يا صديقي العزيز، خلينا نكون صريحين مع بعض، سيناريو النهارده خدم كابتن حسام حسن وخدم افكار كابتن حسام حسن، انت عايز تلعب وان سايد جيم قدام منتخب كاب فيردي تمام، انا اقدر اعمل لك ان انت تلعب شوط اول وان سايد جيم، اقدر منك انك تلعب شوط اول بتهاجم كتير، اقدر منك ان انت تلعب شوط اول فيه افكار كتير، الفرقه يبان ان هي
يعني على الورق 4 2 3 1 بس جوه الملعب ممكن نلعب 3 4 3، ممكن نلعب 3 5 2، ممكن نلعب 2 3 5 عادي، انك تلاقي اثنين مساكين وتلاقي قدامهم صلاح وتريزيجيه وكمان مروان عطيه، وتلاقي الخمسه بيطيروا، الثلاثه اللي قدام مصطفى ومرموش وزيزو، هتلاقي جاي لهم محمد حمدي وتلاقي جاي لهم محمد هاني. فافكار عماله بتتغير جوه المباراه، والسيناريو بتاع المباراه قدر ان هو ينجح بيه، فدي حاجه كويسه. نتمنى بقى ان كابتن حسام ما يطلعش يخانق في الناس بعد المباراه، عملنا ماتش حلو، عملت اون سايد جيم، دوست على المنافس، نتمنى بقى ان احنا ما نطلعش نتخانق بعد الماتش، ولو اني اشك ان كابتن حسام كالعاده يطلع يتخانق بعد الماتش، لان كابتن حسام بيتفنن ان هو يدور على اي عدو او اي متربص، مع ان الناس كلها واقفه في ظهرك، احنا منتخب مصر، مفيش حد عايز المنتخب يخسر يعني، بس المهم احنا لازم ندور على اعداء ومتربصين. احمد رمضان بيكهام نزل مقرب ربيع للاسف المصاب، ومحمد حمدي نزل مكانه احمد نبيل كوكا، وحلو فكره انك تجرب كوكا كباك شمال دي. الف مليون مبروك للمنتخب المصري، وان شاء الله باذن الله نتمنى ان نقدر ان احنا ننجح في مباراه بوتسوانا، ونتمنى ان كابتن حسام يبطل خناق مع الناس ويبطل تلقيح ويبطل كل ده. يا كابتن حسام والله كلنا بندعم التجربه عشان انت ماسك منتخب مصر، وان شاء الله خير، ان شاء الله باذن الله خير، يا رب بس ما يطلعش يتخانق في المؤتمر الصحفي.